بسم الله الرحمن الرحيم. من نماذج الدروس المرئية في مادة الفيزياء موضوع التصادمات. نشاهد في حياتنا اليومية الكثير من التصادمات، مثل تصادم الآليات المتحركة بعضها ببعض، أو تصادمها بجدران جوانب الطريق والأعمدة، أو التصادم بين كرات البلياردو كما هو موضح بالصور. هل فكرت في المفهوم العلمي للتصادم وما هي أنواعه؟ فكر عزيزي الطالب. إذا كان لدينا كرتان، أحدهما ساكنة والأخرى متحركة، فالكرة المتحركة تصطدم بالكرة الساكنة، الكرتان تتحركان على سطح أملس. الكرة الساكنة تتحرك، الكرة المتحركة تسكن إذا كانت مساوية لها بالكتلة. من خلال التجارب توصلنا إلى أن كمية الحركة محفوظة، أي أن كمية حركة الجسمين قبل التصادم تساوي كمية حركة الجسمين بعد التصادم. التصادم عملية تدوم لفترة زمنية قصيرة، حيث تكون خلالها القوة الخارجية مهملة بالنسبة إلى القوة الداخلية المسببة للتصادم. إذا حصلت عملية تصادم أو انفجار في فترة زمنية قصيرة جدا، تكون كمية حركة النظام محفوظة، أي أن محصلة كمية الحركة قبل التصادم تساوي محصلة كمية الحركة بعد التصادم. التصادم يعتبر تطبيق عملي على قانون حفظ كمية الحركة. أنواع التصادمات: أولا، التصادم المرن، أي تصادم تام المرونة. إذا حدث تصادم بين جسمين وكانت الطاقة الحركية للنظام محفوظة، يقال أن التصادم مرن، أي أن يوصف التصادم بأنه مرن عندما تكون الطاقة الحركية لنظام محفوظة، أي أن مجموع الطاقة الحركية للجسمين قبل التصادم تساوي مجموع الطاقة الحركية للجسمين بعد التصادم. إذا كان لدينا كرتان M1 تتحرك بسرعة V1 وكرة أخرى M2 تتحرك بسرعة V2، فلإيجاد سرعة كل منهما بعد التصادم مباشرة نطبق العلاقة V1 شرطة، أي سرعة الكرة الأولى بعد التصادم مباشرة بتساوي 2 M2 V2 زائد نفتح قوس M1 ناقص M2 نقفل قوس V1 تقسيم M1 زائد M2. وكذلك سرعة الكرة الثانية بعد التصادم V2 داش بتساوي 2 M1 V1 ناقص نفتح قوس M1 ناقص M2 نقفل القوس V2 تقسيم M1 زائد M2. النوع الثاني من التصادم هو التصادم اللامرن. هناك نوعان: تصادم لامرن وتصادم لامرن كليا. في التصادم اللامرن يتحول جزء من الطاقة الحركية إلى طاقة حرارية تؤدي إلى تشوهات في شكل النظام، وترتد الأجسام المتصادمة بعد اصطدامها بعيدا عن بعض بسرعات مختلفة قبل التصادم، أي ترتد الأجسام بعد تصادمها بسرعات مختلفة عن سرعتها قبل التصادم، أي أن الطاقة الحركية للنظام تكون غير محفوظة. بينما إذا التحم جسمان وأصبح جسما واحدا ويتحركان ككتلة واحدة وبسرعة واحدة، يقال أن التصادم لامرن كليا، أي يكون التصادم اللامرن كليا
إذا أدى التصادم إلى التحام جسمين ليصبحا جسما واحدا، كتلته تساوي مجموع الكتلتين، ويتحرك الجسمان بسرعة واحدة، وتكون الطاقة الحركية للنظام غير محفوظة. التصادم اللامرن كليا، إذا كان لدينا جسمان M1 و M2، سرعة الجسم الأول V1 سرعة الجسم الثاني V2، وإذا التحم الجسمان وأصبح كجسما واحدا، أي M1 زائد M2، وبالتالي يتحركان بسرعة مشتركة، تسمى سرعة النظام المؤلف من الجسمين بعد التصادم. M1 V1 زائد M2 V2 يساوي، نفتح قوس، M1 زائد M2 ضرب V داش، حيث V داش هي سرعة النظام بعد التصادم. الطاقة الحركية غير محفوظة، أي أن طاقة الحركة قبل التصادم لا تساوي طاقة الحركة بعد التصادم. طاقة الحركة قبل التصادم نص M1 V1 تربيع زائد نص M2 تربيع. طاقة الحركة بعد التصادم تساوي نص، نفتح قوس، M1 زائد M2 V داش تربيع، حيث V داش هي سرعة النظام المؤلف من الجسمين، أي السرعة المشتركة أو سرعة الجملة. التغير في مقدار الطاقة الحركية دلتا كي إي يساوي طاقة الحركة النهائية ناقص طاقة الحركة الابتدائية. تذكر جيدا أن في التصادمات، سواء التصادمات المرنة أو اللامرنة، تكون كمية الحركة محفوظة. إتقان حل المسائل: رصاصة كتلتها 300 جرام وسرعتها V تلاقي كيسا مملوءا بالرمل كتلته 50 كيلو جرام معلق بحبل إلى نقطة ثابتة، فتستقر الرصاصة في كيس الرمل وتتحرك الجملة بسرعة 4 متر على الثانية. احسب سرعة الرصاصة. فكر عزيزي الطالب بمساعدة معلمك. إتقان المفاهيم العلمية: كيف تحمي الدفاعات المطاطية التي تلف سيارات اللعب في مدينة الملاهي الأولاد أثناء التصادم؟ فكر عزيزي الطالب. وإلى حلقة أخرى من حلقات نماذج الدروس المرئية في مادة الفيزياء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.